أما هلأ وصلنا زينب لفقرتنا الطبية، رح نتحدث هي عن آلام المفاصل اللي بيعاني منها كثير من الأشخاص، وهي فينا نعتبرها شوي هلأ صارت شائعة. أكيد بيزداد الألم خلال فصل الشتاء، أحيانا يمكن نتيجة البرد، أو في كثير أشخاص بيعانوا من خلينا نقول الروماتيزم. خلونا نحكي أكثر عن هذا الموضوع. بصرنا نرحب بالدكتور إياد فضلون، اختصاصي جراحة عظمية. سعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك دكتور، واهلا وسهلا فيك. يعني عم نحكي عن آلام المفاصل اللي بتزداد بالشتاء عند بعض الاشخاص، وفي عده اسباب، لكن عم نحكيها تحت الهواء، بدنا نتعرف عليها مع حضرتك. صح. لكن بالبدايه خبرنا عن آلام المفاصل بشكل عام، شو هي؟ آلام المفاصل بشكل عام بتزيد بحركات معينة، بإجهاد معين. الأشخاص اللي متعودين إنه هن مثلا شخص بحياته ما لعب رياضة، بلحظة هو قرر إنه يصير رياضي من اليوم، راح صار يساوي حركات عنيفة بدون ما يضطر جسمه، بدون ما يتدرج بالموضوع، بلحظة صار عنده ألم بالمفصل، المفصل ما عاد عم يتحمل الجهد اللي هو عطايا. أشخاص عندهم وزن زايد، المفصل بيتحمل لفترة معينة بعدين بصير المفصل بيتألم. وفي أمراض نفاس المزمنة أنواعها كثيرة. طبعا هو فشل بانزلاقية المفصل، والجملة العصبية اللي بتغذي المفصل بتفشل بأنه تقدر تقاوم الشيء اللي عم يصير ضد جسم الإنسان. نعم دكتور، خلينا أيضا نحكي عن فصل الشتاء. يمكن فصل الشتاء هو الفصل اللي في كثير أشخاص ما بتحبه، مو لأنه يمكن مطر او شيء، ما بتحبه لانه بتعاني منه، يعني بتعاني من بيقول في اشخاص عظامي عم توجعني من نتيجه البرد، او احيانا في اشخاص ممكن يكون عنده امراض مزمنه مثل ما حكينا الروماتيزم، هي كمان بتحرك، بيقولوا حرك على البرد. فخلينا نحكي عن هذا الموضوع. خلينا نتخيل نحن حالنا بالاول فصل الشتاء، شو اللي عم يصير معنا؟ اول شيء عندنا للاسف اغلب بيوتنا عم تكون بارده، وعم ننام بغرف باردة. صح. فعم يصير في عنا شيء اسمه برد مزمن. فأنا دائما بردان، أحيانا بدفى، مو دائما دفيان، أحيانا ببرد بس أطلع على برد. صحيح 100%. فاللي عم يصير معنا أنه بشكل عام في برد، عم نتعرض نحن للبرد بفترات كتير طويلة، عضلاتنا عم تحاول أنه هي شو تساوي؟ قاوم، تتقلص مشان تحرق سكريات، مشان تدفي جسم، مشان تساوي حرارة. فهذا الشخص اللي عم يقول لك انا عظامي كلها عم توجعني، ليش؟ لانه هو عنده صار برد مزمن، مو هو برد فتره كثير قصيره، عضلاته عم تصير ترجف، بيقول لك صرت ارجف. هي الرجفه هي حركه بالعضلات لحرق السكريات، لتحريك الدوره الدمويه منشان يدفى الجسم. مشكله ثانيه بتسبب الام المفاصل بالشتاء خاصه، نحن بنبلش ندفي حالنا، بندفي المناطق الاساسيه وبنطفى، بننسى مناطق ثانيه اللي هي اشياء شيء بيراجعونا فيه المرضى بفصل الشتاء. شو اشياء منطقه بننسى؟ هي اول شيء الرقبه هي اشياء ارنب الى شكلت، انضربت رقبتي عم توجعني، كنت ماشي متعملت عملت هيك، طلعت من الحمام انشكلت. ثاني اشياء منطقه اللي هي اسفل الظهر، بعدين الايدين ومفاصل الايدين الصغار، بعدين الركب والرجلين من تحت. شو اسبابهم لهدول؟ اول شيء التدفئه اللي غير متوازنه، يعني انا لبست جاكيت بس ما غطيت رقبتي، لبست جاكيت بس قصير من سفله ظهري ما غطى بشكل جيد، رجلي ما دفيتهم بشكل جيد. فشو اللي بيصير؟ قرنه دافيه بالجسم وقرنه بارده. شلون؟ مثل كاسه الشاي لما كنت فيها شاي سخن بتكسر، لانه صار عندك عدم توازن حراري، جسم بده يدفي قرنه بس في قرنه ثانيه دافيه منيح دفاها. صح صحيح. فلما بيجي الهواء البارد على الرقبه بيقول لك انشكلت رقبتي، هي عضله تشنجت، شدت بقوه لانه هي عم تحاول تدفي هي المنطقه، صار عنده التهاب بالاوتار بهي المنطقه وبصير عنده ألم شديد. إذا الرقبة، أسفل الظهر، أسفل الظهر أشياء شيء براجعنا فيه مين؟ العمال اللي عم يشتغلوا بالأعمال المجهدة، بده يطقي كل الوقت، ظهره بينكشف، ببلش يبرد، هي المنطقة بلش عنده آلام. اللي عم يجعور كمان بيكون بيمشي كثير بالشوارع، بلشوا يبردوا هدول المناطق. المشكلة الثانية اللي بنعاني منها بالشتاء هي قلة شرب السوائل والمي. صحيح. نحن في ناس اصلا بالصيف تنزل تشرب مي، ففي ناس اللي بيشربوا مي بالصيف بينسوا يشربوا مي بالشتاء للاسف. فبتخف من انزلاقيه المفاصل، بتخف من بخف الترويه الدمويه تبع المفاصل بشكل جيد، وبتخف المواد اللي بتروح اللي بتغذي المفاصل للاسف. بنبلش نحن بالشتاء نكتر سكريات ونكتر شحوم ونكتر دهون ونكتر المواد اللي هي بتدفينا، وبننسى ناكل فواكه وبننسى نلعب رياضه وبننسى نشاوي امور ثانيه كثير اللي هي بتحسن من انزلاقيه المفاصل وبتحسن من شكل الجسم بشكل عام. فهي كمان بتاثر على المفاصل بشكل كثير كبير. اذا المفاصل هي مو الجو اللي عم ياثر علينا بشكل مباشر، اخطائنا نحن باداره جسمنا خلال فصل الشتاء
هو اللي عم يأثر علينا، هو اللي عم يساوي لنا أوجاع مفاصل. تمام. هي عم نحكي على أوجاع المفاصل الشديدة أو العنيفة. نعم. في عنا أنواع تانية من أوجاع المفاصل اللي هي ألام المفاصل المزمنة، يعني الأشخاص اللي عندهم أصلاً زئبة حمامية أو روماتيزم. نعم. أو أي مشاكل تانية، هدول بيزداد أوجاع مفاصلهم أكثر بالشتاء. لأنه بالشتاء الأمراض المناعية كلياتها بتبلش تتحفز، جسم تنزل مناعته شوي، ما عاد في حركة عنده، بتخف أشعة الشمس، ما عاد في عنده فيتامين د، ما عم ياخذ تغذية جيدة، بتزيد عنده أوجاع المفاصل المزمنة بشكل كتير أكبر. وهذا يلي بيقول لك أنا خايف من فصل الشتاء، يلي عنده روماتيزم، زئبة حمامية، أي مرض مزمن مفصلي. نعم. يعني دكتور كمان عن الأمراض اللي فيها ديسك أو هيك مشكلة بالفقرات القطنية اللي هلا كمان بتزيد أوجاعهم بفصل الشتاء أو بسبب الجهد أو بسبب كمان مثل ما قلت بعض الأسباب، خبرنا كمان هدول العالم كيف هيك يحموا حالهم شوي بفصل الشتاء. هلا هنحكي عن نصائح عامة، بس أنا حاب أحكي عن موضوع كلمة ديسك، لأنه نحن كلياتنا هلا إذا صورنا 90% منا حيطلع في عنده ديسك أو حيطلع في عنده انضغاط بالفقرات. الديسك هو أحجام وأشكال، ونحن ناس عندها ديسك ضاغط على النخاع الشوكي بشكل كتير كبير، هدول عندهم آلام شديدة، وناس عندها ديسك حجمه صغير مو ضاغط على النخاع الشوكي مسبب لهم الم. نعم. مشان هيك بيجيكي شخص بيقول لك انا عندي ديسك بس طاب، ما بيطيب الديسك ولكن بيتحسن، بيخف حجمه، بيرتاح الشخص. فالديسك ما هو شغله كثير خطيره، ولكن اذا صار حجمه كبير بيساوي مشكله خطيره. النصائح بشكل عام للاشخاص اللي عندهم اوجاع بالمفاصل بالشتاء، نحن بدنا نجهز حالنا للشتاء قبل ما يصير فصل الشتاء، يعني نحن باخر شهر 10 او بشهر 10 نبلش نحن ناخذ فيتامينات بشكل جيد. نعم. فيتامين بي كومبلكس، فيتامين د، حبوب زيت السمك ناخذها نحن الكبار بتحسن الجسم بتنشطه، وبنعطيها للصغار يا ريت كمان بيكون كثير منيح بتنشط الصغار. هاي بنجهز حالنا لفصل الشتاء مشان نكون جسمنا ومفاصلنا وعظامنا جيدين. بفصل الشتاء اول شيء نحن الافطار الصباحي كثير ضروري مشان الجسم يلاقي شيء يحرقه، لانه اشخاص كثير بيطلع بيقول لك انا بطلع بلا فطور او بطلع بلا اكل، عنده شغل طول النهار. ثاني شيء شرب السوائل الصبح. نحن عم ننسى نشرب سوائل، بيقول لك والله نسيت رحت كذا، نحن بفضل كل شخص وخاصة اللي عنده شغل يعير له، يحط على مكتبه قنينة، مكان عمله قنينة دائما جاهزة، هي القنينة في عنده مهمة بنهار لازم يخلصها، كل واحد مننا لازم يشرب على الأقل مليون بالشتاء لترين، بالصيف 3 لترة. لترين يعني المج الفنجان تبع القهوة هو عبارة عن بين 200 لـ250 ملي مي. صح. يعني على الأقل بدنا نشرب بالشتاء 8 منه. أوف. في اشخاص واحد ما بيشرب، واحد ما بيشرب. فنحن يفضل انه نعير، نحط نحن لنا قنينه يعبي فيها لترين مي ونعير، انه هي لازم تخلص اليوم، يا بنخلصها بالنهار يا بنخلصها بالليل. فشرب الماء والسوائل بالشتاء كثير ضروري وكثير اساسي. السكريات واكل السكريات مهم، بس ما نفرط فيه، ما نروح نحن ناكل سكريات كثير. التدفئه كتير مهمة، نحن أول شيء نلبس وندفي حالنا، في ناس بيقول لك ما بحب أحط لحشة، ما بحب ألبس جاكيت، لا هذا كتير ضروري. تدفئة أسفل الظهر وخاصة الأشخاص اللي عندهم أعمال مجهدة، هدول الأشخاص لازم هن، يعني أنا بفضل بقول لهم كلها إنه أنت عندك ظهرك حمضل مكشوف طول النهار، فأنت لا البس حزام تدفئة على الظهر بيدفي لك ظهرك. نعم. بيريح لك يعني. بترتاح بشكل جيد، البس لباس داخلي اللي تفتحت الألبسة تلبسه بيريحك بشكل جيد وبيدفي لك جسمك. صحيح. النصيحة الأهم من هيك، إذا نحن فجأة صار عندنا ألم شديد بيقول لك انشكلت رقبتي، انشكل ظهري، وجعتني كتفي، وجعني إيدي، إذا نحن وقعنا بالمشكلة ما تخلي حدا بيقول لك حطقل لك إياها أو حأسحب لك إياها أو حبدستج لك إياها مشان ترجع، أو المساج الغلط، هاي أو في عقدة الغلط عم بفكوها هلا. إيه هاي يعني بتمنى هاي خطأ شائع عم يصير، وهي مشكلة كتير كبيرة، بيقول لك تعال تطقل لك ظهرك او تعال رجع لك رقبتك لمحلها، او بتلاقي واحد رقبته مشكوله هيك تعال حتى اعمل لك لها حركه تقوم ترجع، لا هي بتزود المشكله بالالام العنيفه الشديده. اول علاج لها هو الراحه، مو العكس، اللي عندنا عم يصير بالعكس. لبعد 10 ايام نبلش نساوي نحن مساجات ونساوي مراهم ونحط اي شيء ثاني. يعني هي تبع المي السخنه وكذا غلط، ما تستعجل. تشنجت العضله، صار فيها تمزق جزئي بالاربطه، التهب الوتر، هذا لا تستعجل على علاجه، اتركه شوي شوي، هو يومين ثلاثه بيفك لحاله. بس اما الشخص بده هلا يعني وفاء الصبح لا رأته مشكله، بده هلا لانه مو مستعد يرتاح ولا دقيقه.
فهي مشكله بدك تريح جسمك شوي مشان يخدمك، لانه الجسم بالنهايه له طاقه معينه، فلازم تريحه، لازم تخفف عليه ضغط مشان يقدر يخدمك وتقدر تتابع معه بشكل نعم. جيد. دكتور بيقولوا كثير احاديث يعني وهيك دراسات على النت انه مثلا اذا كان في هون وجع بالامعاء فهو بيضرب على الجزء مثلا اي جزء بالظهر او بالعمود الفقري كما يعني لكل فقره متعلقه بشيء مقابل هذا المهل، المعلومات صحيحه او لا؟ هلا هالمعلومات غير صحيحه للاسف تماما. اول شيء الامعاء وحركه الامعاء ومشاكل الامعاء بالداخل ما بتاثر ما لها علاقه بالعمود الفقري بشكل مباشر، العلاقه غير مباشره بالجمله العصبيه اللي غير مباشره تماما. اللي هي حركتها لا اراديه لحالها مثل حركه لانه واحد وجع ظهره بيقول معدتك يعني كمان لا ما لها علاقه بشكل مباشر، ولكن بالمقابل نحن اذا في عندنا مشكله بالمراره او بالكولون او بالكلاوي ممكن لانه هن قريبين من العمود الفقري يساووا وجع ظهر لانه هن قريبين منه فقط، الاعصاب قريبه من بعضها كثير، فاللي عنده مثلا وجع بالمراره بيضرب على كتفه اليمين على ايده اليمين على ظهره فبيقول لك عم يجعني، بيجيني احيانا كثير مرضى بيشكوا الم بالكتف بس بتكون مشكلته بالمراره. أه. بيجيكي واحد مشكلته بيقول لك عم يجعني ظهري منطقه الكلاوي، نفحصه مشكلتك انت بالكليه، الكليه فيها استسقاء فعم تساوي الم بالظهر، بس مو هي بتساوي وجع ظهر، هي عم توجعه هي الكليه بس هي قريبه من الظهر نعم. كثير نعم فعم تساوي له هي الاوجاع عم تسبب له، فبدنا نحل المشكله الثانويه اللي عم تصير مع الشخص. من شان هيك نحن ما بننصحه لهذا الشخص اللي عنده وجع ظهر اول شيء يروح دغري ياخذ مسكن او يروح يتعالج عند الصيدلي، للاسف عم تصير عندنا كثير، بنكون احنا في عندنا مرض خطير اللي هو التهاب مراره او استسقاء بالكليه عم نهمله وعم ناجله وعم يطول لحتى يبلش علاج. نعم دكتور، يعني شو ابرز الاخطاء الشائعه بما يخص الام المفاصل وتعامل العالم معها، وخاصه لما يجوا يراجعوك يعني انه بيكونوا عاملين شيء غلط بيزيدوا المشكله، شو هي ابرز الاخطاء الشائعه حتى خلينا نصححها لكل الناس اللي عم تشوفنا؟ طبعا في كثير اخطاء شائعه، اشياء 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 خطا اللي انا كثير بنزعج منه وبخبر العالم كثير عليه، اللي هو الواحد اذا اكل رض او صار معه بحركه خطا صار معه الم، للاسف بيروح دائما هذا الشخص مدري مين مخبر العالم انه لازم يروح يغسل بمي سخنه ويدلكها لرجله او لايده او لاي شيء ثاني، لا بالعكس تماما احنا لازم نحطها بمي بارده، فالمي السخنه بتزود الوزمه بتزود الالم وساوي لهم بتفاقم المشكله، فبتمنى من كل شخص صار عنده رض اول شيء يتجه باتجاه الماء البارد وإراحة الطرف، ما يحاول الشخص اللي صار عنده رض وألم شديد إنه يشدها أو يرجعها لمحلها أو يدلكها بطريقة خاطئة، هذا الشيء بيزود المشكلة. أول علاج للرض هو الراحة، ما يكون أي شيء ثاني، ما تحاول إنك أنت تساوي أي شيء ثاني مشان ترجع رجلك تستمر وتشتغل الإيد أو الرجل. الخطأ الثاني العلاج عند أشخاص غير أخصائيين، عم بسمع كثير وعم يجيني حالات كثير للاسف عم يتعالجوا عند فلان من الناس اللي بيشد الظهر وفلان اللي بيدلك المدري شو وفلان اللي بيعالج بالشاكوش واللي بيعالج بالحديد. صحيح صحيح في له نتائج، انا ما بقول انه ما له نتائج، هدول الاشخاص اجاني اشخاص من عندهم متعالجين عندهم وعندهم نتائج مقبوله، ولكن انا هدول الاشخاص بخاف منهم لانه اجاني من عندهم اختلاطات كثير كبيره، اشخاص انشلوا من وراء شغلهم، اشخاص صار عندهم تفاقم بالجروح بالكسور اللي عندهم، فبتمنى اول شيء ما تتعالج عند هذا الشخص اذا كان غير منتمي للجيم مثلا، معالج فيزيائي اوكي هذا شخص متخرج معهد صحي بيعرف حاله شو عم يشتغل، انه على القليله يكون مختص بهالموضوع، للاسف في اشخاص هو خبره او فاق الصبح لقى حاله قال انا صار بصير حكيم بده يطقطق ظهر فلان ويشد الديسك عند فلان ويعالج ايد فلان، للاسف وفي عندنا منهم اشخاص وانا بعرف مناطق موجوده الان في دمشق موجود فيها هدول الاشخاص وعليهم العالم بالدور للاسف. يعني فينا نعتبره طب عربي ولا انا ما بسمي اسمه طب عربي، هو في شيء بالطب نحن ما بنعرفه، في علاجات نحن ما توصلنا لكل انواع العلاجات اللي موجوده عندنا، بس نحن كاطباء دارسين بنعطي العلاجات الموثوقه، بنحط تشخيص صح وبنعطي علاج موثوق، بينما مشكلتهم هن اللي عم يعالجوا بالطريقه اللي غير مو مدروسه دراسه او فينا نقول غير علميه، غير علميه، هن عم يعالجوا على خبره بشخص وتشخيص خطا، ومثلا كل اللي بيجوا عند ظهرهم بيطقطقوا لهم ظهرهم، طب ما هذا مو علاج، هذا بجوز ينشل اذا عنده ديسك حجمه وسط وانت طقطقت له ظهره بطريقه معينه بيفلت من محله وبينشل. نعم. إذا واحد عنده كسر ورديته بطريقة غلط بتروح له الأعصاب بتروح له العضلات بتضرب له الشرايين، وعم يجينا حالات اختلاطات من عندهم، فما فيني أنا فوت بطريقة غير علمية اشتغل شغل خطأ
وسبب مشكله للشخص. اول شيء بعلاج المريض لا تضر المريض، مالك واثق من شغلك لا تشتغل. نعم. حتى نحن كاطباء بخبرونا لما نكون عم ندرس طب، مالك واثق مالك عرفان 100% انت وين رايح لا تفوت لا تشتغل. صحيح. هن للاسف احيانا على العميان عم يعالجوا العالم. نتمنى الناس سالي تكون تنبهت لهذا خلينا نقول خطر، لانه عن جد بضر كثير بصحتهم. نحن بنشكرك دكتور على كل المعلومات اللي اعطيتنا اياها، بنتمنى للكل الصحه والسلامه، وخصوصا بهالبرد يدفوا حالهم كثير منيح، وان شاء الله نهارك حلو. هاكم احلى ان شاء الله. شكرا لك دكتور على المعلومات اللي قدمت لنا اياها القيمه، والنصائح اخيرا اللي دائما نحن بنذكر فيها جميع اللي هلا عم يحضرنا وخاصه بمجال العلاج. شكرا لك. اهلا وسهلا، الله يعطيكم العافيه.